الكثير من الطلاب الجدد تسألني هذا السؤال: في أي فئة منتجات علي بدء البيع على موقع أمازون؟ وفي هذا الفيديو سأريكم هذه الفئات وأيضا لماذا اخترتها. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. للأسف لا يمكن للتجار الجدد على موقع أمازون البيع في جميع الفئات بالموقع، لذلك بعد الاطلاع على جميع الفئات في الموقع استنتجت أن هذه الفئات هي الأكثر ملائمة لبدء البيع بها. هذه الفئات هي أولا فئة مستلزمات البيت والحديقة Home and Garden، فئة مستلزمات تطوير البيت Home Improvement، فئة مستلزمات الحديقة Gardening، فئة مستلزمات الحيوانات الأليفة Pet Supplies، فئة مستلزمات الرياضة Sport and Outdoors، فئة مستلزمات المطبخ والطعام، وفئة مستلزمات الفن والتزيين، وفئة مستلزمات الأطفال. هذه هي الفئات التي دائما أنصح بها التجار الجدد على الموقع، والسبب هو أولا أنه يوجد الكثير من المنتجات المعلنة في هذه الفئات. إذا دخلتم لهذه الفئات سترون عدد كبير من الفئات الثانوية. ثانيا، المنتجات التي تباع في هذه الفئات سهل جدا نسخها وإيجادها لدى الموردين. ثالثا، يمكننا إضافة تحسينات للمنتج وتفرقة نفسنا عن باقي التجار المنافسين. فعادة المنتجات التي تباع في هذه الفئات ليست معقدة أو صعبة التشغيل. رابعا، كما ذكرت من قبل، أمازون لا يسمح للتجار الجدد البيع في جميع الفئات، ففي هذه الفئات يمكن كتاجر جديد البيع بها. إذن لماذا تنتظروا؟ ابدأوا البحث عن منتجات في هذه الفئات لبدء ربح المال منها. ولكن قبل ذلك، إذا أنت غير مشترك بقناتنا لا تنسى الضغط على سبسكرايب لمتابعة كل ما هو جديد عن موقع أمازون وموقع إيباي، وأيضا الضغط لايك على الفيديو. أتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى يمكنكم كتابتها في التعليقات، وسأحاول قدر الإمكان مساعدتكم.